بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وقائد الغر المحجلين عليه من الله أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان المبارك بيت من بيوتك فارزقنا ببيت نجاورك فيه في الجنة، وارزقنا منازل الصديقين والشهداء. اليوم الأحد التاسع من شهر ربيع الثاني 1443 للهجرة، الموافق للرابع عشر من شهر نوفمبر 2021. وقفنا أيها الأحبة في محظورات الإحرام. ومحظورات الإحرام الفقهاء يتحدثوا فيها ليبينوا أن مناسك الحج كما يبدأ الحاج إحرامه من الميقات، فهناك أشياء تحرم عليه، في أشياء تحرم عليه والتي هي تسمى محظورات، ولا يجوز له أن يقترفها، لا يجوز له أن يقترفها. ومحظورات الإحرام اصطلاحا هي الممنوعات التي يجب على المحرم اجتنابها بسبب إحرامه ودخوله في النسك. مر معنا في كتاب الصلاة تكبيرة الإحرام، فما المقصود بتكبيرة الإحرام؟ لو تتذكروا أنك بعد ما تقول الله أكبر، ليه سميت تكبيرة الإحرام؟ لأنه ما كان قبلها مسموح لك، كان مسموح لك الأكل والشرب، لكن والكلام والحركة والالتفات، لكن بعد دخولك في الصلاة في تكبيرة الإحرام يحرم عليك. نفس الشيء في الحج، فبعد دخولك في النسك اللي هو من الميقات ونيتك وتلبيتك ستحرم عليك أشياء كانت حلالا عليك. من فعل شيئا من هذه المحظورات جاهلا أو ناسيا أو مكرها لعذر كمرض أو دفع أذى فلا إثم عليه. ما المقصود لا إثم عليه؟ أن الله سيتجاوز عن سيئته، لأنه هي سيئة وقوعك في المحظور الذي حرمه الله عليك حال إحرامك يكون عليك فيه إثم، فلا إثم عليه ولا فدية، اللي هي الفقهاء يتكلموا على مسألة الفدية، ما يترتب على هذا المحظور الذي أنت تفعله، إلا في أمور. ولذلك هذا الدرس مهم جدا يحفظ، يعني ما تستطيع تتخيله أو لا تقيده، إلا في حلق الشعر سواء للذكر أو الأنثى، أو تقليم الأظافر، أو الرفث وهو الجماع سواء للذكر والأنثى، أو قتل الصيد. ما المقصود بقتل الصيد؟ من صاد حيوانا بريا يؤكل، مثل حمار الوحش، مثل الزرافة، مثل حصان متوحش. ما المقصود بمتوحش؟ أي ليس مستأنس، مو مربى، مو من التربية، فمن صاده أثم. قال الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فقد تجاوز الله سبحانه وتعالى عن هذه الأمة مسألة الخطأ والنسيان، وعلى الحاج أن يتخلى عن المحظور فورا. مثال: جئت للحاج وهو مغطي الرأس، فورا أخبرته أنت حاج، ذكرته فورا لا بد له أن ينزع، طبعا إن كان ناسيا غير متقصد، أن يتخلى عن المحظور فورا إذا علم أو تذكر أنه محظور. طيب، ما هي محظورات الإحرام؟ أولا عقد النكاح، عقد النكاح كونك تكتب عقد، وعقد النكاح لا يشترط فيه الكتابة، قد يكون بماذا؟ بالكلام.
فيأتي الرجل يخطب، يعني يخطب ويقول أتزوج فلانة، فوليها يوافق والعكس. ولا فدية فيه، يعني حتى إن فعله الحاج يأثم بلا فدية، يقع النكاح، يصح النكاح، لكن يبقى عليه إيش؟ الإثم. ولا فدية فيه، فيحرم للحاج عقد النكاح لنفسه، لحديث عثمان بن عفان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. ولا ينكح، بعض العلماء فسروها بولا ينكح، أي هو أي نعم لا يزوج، ولا ينكح حتى أنه يزوج غيره، حتى أنه يزوج غيره. بعض العلماء استثنوا إن كان قاضيا أو صاحب مكانة، يعني كاتب عدل مثلا أو مسؤول عن التزويج. فوجد في مكة، وجد في ساعة إحرامه من طلب منه إيش؟ كتابة النكاح أو عقد النكاح، أو فقالوا يجوز له. أما غيره فلا، في صحيح مسلم. ويجوز للحاج عقد النكاح بعد حجه، تبوا هذه المسألة، بعد ما ينتهي من الحج كل المحظورات حتنتهي، اللي هو بالتحلل الأول التحلل الثاني، متذكرينها؟ في التحلل الأول متى ماذا يفعل؟ إذا فعل ما هي الاثنين؟ الحلق أو التقصير ورمي الجمرات، والثالثة شيء طواف والسعي. إذا فعل اثنين من ثلاثة تحلل التحلل الأول، فجاز له كل شيء إلا الرفث اللي هو الجماع. إن فعل الثلاثة كلها تحلل تحللا كاملا، فجاز له حتى الجماع ولو كان في مكة. لحديث ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أم المؤمنين، التحلل الأول يجوز، كل المحظورات جائزة إلا الرفث. طيب، عندنا إشكالية ما حبيت أطول عليكم فيها، فأتيتها لكم بسطرين، اللي هو حديث ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو إيش؟ وهو حلال. من الراوي؟ ميمونة نفسها أم المؤمنين. طيب اللي بعده، ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو إيش؟ وهو محرم. هذه إشكالية، إذن هو وقع في محظور صلى الله عليه وسلم ويترتب عليه دم، لا ما عليها دم، إذن يقع في محظور. فالعلماء يجمعوا في مثل هذه المسائل بين الروايات، ما يغلطوا. فمن صاحب القصة؟ ميمونة، فيقدم قولها على قول ابن عباس، ثم يحمل قول ابن عباس أنه يقصد أنه كان محرم، أي في نسك الحج، يعني في انتهى من الحج لكن في سفرة الحج، في ذهابه للحج. طيب لا، قبل، بعد أن انتهى من الحج. أو قد يقصد أنه محرم في مكة، يعني باق في مكة المحرمة، إن مكة محرمة سواء كنت حاجا أو لست بحاج، اتفقنا؟ أي في مكة بعد حجه صلى الله عليه وسلم، اتفقنا يا مشايخ؟ فهمتها؟ لو قرأت في كتب الحديث تجد فيها إشكالية، عشان تفك الإشكالية وما يجي واحد يشكك في الدين يقول لك شوف ابن عباس إيش يقول، أن الرسول تزوج وهو محرم، وميمونة وغيرهم وغير ابن عباس يقول أنه تزوجها وهو حل، يعني انتهى من إحرامه. فأنت تجمع بين الروايات، لا ما تغلط، ما تجي تقول والله نسي سهى ما يعرف، لا، العلماء ردوا عليها وكأنه أجاب رحمه الله. ابن عباس من فقهاء الصحابة، يعني ما يقول شيء إلا هو فاهم ماذا يقول. طيب، المحظور الثاني الفسوق والجدال. الفسوق والجدال، ولا فدية فيهما، أي الفسوق والجدال. ويقصد بالفسوق ارتكاب المعاصي من النميمة أو الغيبة أو السب أو السرقة أو أي ذنب، كقول الزور وكل المعاصي. أما الجدال فهو المجادلة في الحديث، الأخذ العطاء، لا أنا أحب كذا، أنت تحب اللون الأسود أنا ما أحب الأسود، أحب الأبيض،
الأبيض يتميز بأنه ما يعكس. لما اشتريت مظلة بيضاء؟ ليتك اشتريتها، كانت أرخص أجود، أنا كلمتك أنت قلت لي كل هذا الكلام والنقاشات، الأفضل البعد عنها. ما الدليل على ذلك؟ قول الله تعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج. فأن الله يمن على الأمة كلها، حتى البشرية كلها، أن الحج فضل الله عليك، أنه أعطاك الحج قصد بيته في أيام معلومات اغتنمها، وخلال هذه الأيام ابتعد عن الرفث اللي هو الجماع ومقدماته والفسوق والجدال، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. المحظور الثالث الرفث. المحظور الثالث الرفث الذي تكلم عليه العلماء كثيرا في كتب فقه الحج، والسبب في ذلك أنه من العبادات من الأفعال المحرمة في الحج، فلا رفث ولا مقدمات. فالرفث هو المباشرة أو الوط أو الجماع أو المباشرة فيما دون الفرج. المحظور الرابع حلق الشعر، حلق الشعر، وعليه فدية تسمى فدية الأذى، بعض الفقهاء يسموها بفدية الأذى، وكما جاء في القرآن بتسميتها بالأذى. إذا سقط شعر المحرم بنفسه من غير صنع الآدمي فلا فدية. ما مثاله؟ مش إنسان يمشط يحاول يتعمد، بالذات الذي يتساقط شعره من ذكر أو أنثى، يحاول لا يكثر من تسريح أو الاستمشاط، لكن إذا كان يتسبب مثلا رباط الحجاب للمرأة، أو يتسبب النوم على المخدة، أو الاستخدام البطانية أو شيء، أنه يعني يسقط شيء من الشعر، أو الاغتسال، دخلت اغتسلت ووجدت بعد الغسل كأنه شعر متساقط، هذا ما في شيء، طالما لم تتعمد أيها الحاج هذا الشيء فلا فدية فيه. عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية، وهذه في عمرتي صلى الله عليه وسلم، وأنا أوقد تحت قدر لي. قال القواريري أنه قدر، وقال أبو الربيع برمة، سماها برمة. البرمة هي القدر، إلا أنها مصنوعة من الحجر، فكان كعب يعني كأنه يطبخ، وجاءه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من متابعة القائد لأفراد من معه سواء من أهله أو من بعد. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر يتساقط على وجهه رضي الله عنه، فقال صلى الله عليه وسلم: أيؤذيك هوام رأسك؟ الهوام هو كأنك تقول من الحشرات الغير سامة، أما إن كانت سامة تسمى حشرات سامة، أما الهوام هي الحشرات التي لا فيها ما فيها سم مثل القمل. قال: قلت نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: فأحلق. لكن رتب على الحلق هنا ماذا؟ اللي هو الفدية، وصم 3 أيام، أو أطعم 6 مساكين، أو أنسك نسيكة أي ذبيحة هي الشاة. قال أيوب: فلا أدري بأي ذلك بدأ، سواء في الحلق أو الصيام أو الإطعام، يعني مخير. فدية الأذى تأتي على التخير مش على الترتيب. ما الفرق؟ الترتيب أنك إن لم تجد تنتقل إلى الثانية، لكن فدية الأذى ليست على الترتيب وإنما على التخير، مو شرط يذبح لكن منها الذبح. قد تأتي تقول: فين يساوي الذبح بالصيام؟ الصيام يعني 3 أيام يصوم. قد يأتي إنسان يقول: لا، الأسهل إطعام 6 مساكين، كل مسكين 10 $60 والاسترليال وانتهى الموضوع. وبعضهم يقول: لا، النسك أفضل، يعني أسهل، أنا عندي أصلا مزرعة ومشي. لكن إحنا نتكلم شريعة تحفظها بغض النظر عن الحجم الذي يناسبه، إحنا نتكلم. المحظور الخامس تقليم الأظافر، وعليه أيضا فدية ماذا؟ فدية الأذى. سادسا إذا نحفظ هذه فدية الأذى، ها ستأتينا بالتفصيل في الفدية، لكن الآن. سادسا لبس المخيط. ما المقصود بالمخيط؟
أي ما خاط البدن، ما التصق به مثل الفنيلة هذه يسموها أو القميص، الأشياء التي تفصل الجسد، يعني تلبس فتفصل الجسد. وعليه فدية أذى، وهو للرجال دون النساء. ليش؟ لأن الرجل سيلبس إيش؟ الإزار والرداء، والمفروض أنه ما يلبس ما يخيط جسده. أما المرأة فلا يعتبر لها محظورا، هذه من خصائص بين الرجال والنساء. إلا أن لا يجد إزارا فيجوز له لبس السراويل لحديث النبي عليه الصلاة والسلام، أو أن لا يجد نعلين، نعلين اللي هم يكونوا بلا حافة في الخلف، مو مثل الله يكرمكم الجزمة الآن، نعل شبشب حذاء. فإن لم يجد يجوز له أن يلبس خفين، لكن يفتحهم من الخلف، يعني يقصهم أو يقطعهم. ويجب الفداء بمجرد اللبس، يعني كونه لبس ناسي غير ناسي فتكون عليه الدم أو يكون عليه الفداء. خلينا كلمة فداء. سابعا، لبس القفازين، وهذه عليها أيضا فدية الأذى، وهذه خاصة بالنساء دون الرجال، فالمرأة لا تلبس القفازات وقت الإحرام. لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قام رجل فقال: يا رسول الله، ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ هذا يسأل النبي عليه الصلاة والسلام ماذا نلبس في الإحرام. الإجابة النموذجية أو الإجابة المتوقعة: البس رداء وإزارة. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم غير الإجابة فقال: لا تلبسوا، شوف لا تفعلوا. زي إنسان يقول لك أبا أشتري شيء، إيش تنصحني أشتري؟ إيش تقول له؟ لا تشتري. فقالوا: يجوز للمعلم أن يجيب بغير السؤال أو أن يطيل خشية الوقوع، خشية أن يقعوا في المحظور، لأنه يريد أن يبين لهم ما المحظورات. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس مثل الطواقي، إلا أن يكون أحد ليست له نعلان، فليلبس الخفين وليقطع أسفل من الكعبين، يعني كأنه مثل النعل، مثل النعل أو الشبشب. ولا تلبسوا شيئا مسه زعفران، هذا الطيب مقصود به الطيب، ولا الورس نفس النوع، يعني نوع من أنواع الطيب. ولا تنتقب المرأة المحرمة، النقاب أن تضع المرأة على وجهها غطاء يبين عينيها، فالمحرمة ما تنتقب. ولا تلبس القفازين، في صحيح البخاري. المحظور الثامن، واضح يا مشايخ؟ واضح ولا لا؟ اللي مو واضح يرفع يده. بغض النظر هو محظور، بغض النظر من قال أو شيء، إذا بلغك الله ودرست في مكة ولا في غير مكة تخبر أنه من محظورات الإحرام. أي من فعله متعمدا، هذه خدناها القاعدة الأولى، محظورات هذه من فعلها متعمدا يأثم. الفدية فصلناها، قلنا في إلا فيه خمسة أشياء، وستأتينا الآن بعدها باب الفدية. تغطية الرأس، تغطية الرأس، وعليه فدية الأذى للرجال دون النساء، هذا خاص بالرجال دون النساء، ويكون ملاصقا، المظلة مثل الآن في أوقات الشمس أو أوقات المطر أو شيء يجوز استخدامه للذكر أو للأنثى، لكن بالنسبة لتغطية الرأس الملاصق مثل الإحرام فما يضعه الرجل. تاسعا، الطيب، وعليه أيضا فدية الأذى، والطيب محرم على الحاج سواء في بدنه أو في ثوبه أو إحرامه، إذن يشمل الذكر أو الأنثى، ما تتطيب لا ذكر ولا أنثى. تفضل. وكذلك الطيب المخلوط كالصابون والشامبو والبلسم وغسول الجسم، طالما أنه مسه طيب فماذا أفعل؟ في صوابين لا تكون فيها مطيبة برائحة الليمون، تيتول هذا برائحة يعني ما هو بطال. طيب، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال:
وقصت برجل محرم ناقته، وقصت أسقطته، كان صحابي محرم عن النبي عليه الصلاة والسلام، سقط من على الناقة فقتلته السقطة هذه، قتلت هذا المحرم، فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا نفعل يا رسول الله؟ فقال اغسلوه تغسيل عادي لأنه ميت، وكفنوه ولا تغطوا رأسه ولا تقربوه طيبا، يعني برضو الطيب لا تضعوه، فإنه يبعث يهل. فهذا دليل على أن من محظورات الإحرام، النبي عليه الصلاة والسلام بينها حتى في ما جاز للميت من الاغتسال والتطيب وتغطية الوجه والرأس، فكأن النبي عليه الصلاة والسلام جعلها من محظورات الإحرام. اتفقنا يا مشايخ؟ أهله اللي غسلوا سيأثم، سيأثم إذا تعمد، مثل كشف العورة وميت وكسرها، كسر اليد أو الإصبع، زعلان منه يلف يخرج العين. ويجوز الطيب في الأكل كالزعفران، يعني يجوز للحاج أن يأكل ما كان في طعامه له نكهة طيبة كرائحة الزعفران أو الماء الورد أو الكادي، يجوز. وكذلك يجوز شم الريحان، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما يشم المحرم الريحان وينظر في المرآة. في صحيح البخاري. عاشرا، قتل الصيد من محظورات الإحرام، قتل الصيد. انتبه لهذا التفصيل يجعلك تحفظ المسألة لأنه كثير يلخبط فيها. أولا، يجوز للحاج صيد البحر وطعامه مثل السمك، مثل الحبار، الاخطبوط، أي أكل خاص في البحر. بس السلحفة ليست من خواص البحر، قد تخرج برمائية، تخرج برمائية، تخرج برا، لا تعيش دائما في البحر. إن اشتراها يجوز، إن طبخت له، دخل مطعم واشتراها، اشترى وجبة، هذه يجوز. الصيد المقصود بالصيد أنه يصيدها سواء يبيعها أو يأكلها، هذا محرم. لماذا؟ لكي يكون حجه وعمرته خالصة لله، يعني قصدك للبيت، أنه قد كان يستخدم الخروج للبر للصيد، صيد الأرانب، البط، الوز، وهكذا. فأول ما يدخل في النسك خلاص، أنت سفرك قاصد لعبادة الحج والعمرة. طيب، باء، انتبهوا لها. يجوز للحاج الحيوان الأهلي، كل أنواع الحيوانات الأهلية اللي هي المستأنسة، فيجوز له إن كان في مزرعة أن يجري ويمسك دجاجة، وهذا يسمى صيدا ولا ما يسمى صيدا؟ صيدا، لكنه حيوان أهلي، سواء يملكه أو شراء، أو شراء. قد يدخل مثلا عند واحد يبيع دجاج أو يبيع غنم حوش، فيقول له أنت امسكها، فيلاحقها، لكن لا يعتبر صيدا محرما. ليش؟ لأنه حيدفع قيمتها أو هو يملكها. كمسك الدجاج في المزرعة وذبح بهيمة الأنعام. واضح يا مشايخ؟ أنا أشوفكم مو واضح. الحديث عليها لما بتحقق الفكرة إنه ما عنده نية أخرى في الخروج للحج، لأن الدجاج مثلا موجود مش حيطلع يروح يصيده، فهو عنده يا موجود في المنزل أو في المزرعة، هو مش طالع عشان ياخذ دجاج. طيب وإذا كان هو أصلا حاج وماشي بالسيارة، وقف في المحطة مثلا وساب الباب الباص ولا باب السيارة مفتوح ودخل صلخ، دخل رجع حصل غزال جوة السيارة، ليش؟ يعني يكون مع البرد بيتدفى، أو شم رائحة أكل فدخل الغزال ولا الأرنب. هو ما صار، لكن يجوز يأخذه؟ لا ما يأخذه، فلذلك لا ما يعتبر، لأنه حبسه صيد. أنت يأتينا هذا من الابتلاء، إن الله يبتليك، يعني يشوف يختبرك، شوف أمامك. طيب
يجوز للحاج، انتبهوا لهذه، يجوز أيضا للحاج قتل الحيوان المؤذي كالأسد، الذئب، النمر، الحية، العقرب، الفأرة، وكل مؤذن. ليش جبت لكم باب الضابط تضبط جميع الحيوانات، ما المقصود بالتعامل معها؟ قال صلى الله عليه وسلم: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الفأرة والعقرب والحدأة والكلب العقور والغراب، أي يقتلن في يقتلهن المحرم ويقتلهن أيضا حتى في الحرم. طيب لماذا النبي عليه الصلاة والسلام جعلهم من الفواسق؟ لأنهم مؤذين. ممكن إحنا في المدينة ما نحس، لكن فيما مضى كانوا مشهور الحدأة وهذه بالسرقة، حتى كان بعض التجار يبحثوا، يطلع الجبال يبحثوا عن أعشاشها، بيوتها. طب ماذا سيجدوا؟ يجدوا ذهب، لأنهم هي تسرق اليلمع، أي شيء يلمع تحب تأخذه. فعلا هذه أنا متأكد منها. فكان بعض الناس يحب يطلع الجبال يجد إيش الأشياء اللي تلمع، كذا ذهب. أما الآن في كثير أشياء تلمع ما هي ذهب، أي هذا موجودة بس ما يقتلها لأنه مستفيد منها. لكن عمومي، طيب ما حكم قتلها؟ ليس على الوجوب، الله أعلم، ليس على الوجوب. والكلب العقور لأنه مؤذي، والغراب أيضا يسرق يأخذ. على العموم يعني السرقة موجودة، أظن بعضهم صور طريقة كيف تسرق، يعني ذكية في السرقة، جدا جدا ذكية. الحدأة جدا ذكية، هي لا تصيد كالصقر، هي نوع من مثل الصقر، لكن الصقر يصيد يفترس، هي لا، هي تسرق تخطف سريعة جدا. حتى أنا رأيت جزار، كنت واقف عند الجزار يضرب بالساطور اللحم، فلما يضرب العظم مو مرات فيه أشياء تطير، هذا الذي طار لم يصل الأرض، أخذته هي أمامي هذا الشيء، طارت على طول وأخذته. سبحان الله، تلم أجنحتها مثل الصاروخ كذا تنطلق. طيب هذا الإشكالية في الأخير، أنه يحرم للحاج صيد الحيوان الوحشي المباح كالغزلان والبط البري وغيره. الحادي عشر من المحظورات أنه يحرم على الحاج قتل النملة، ما فيها ليس من المحظورات، لكن هذا يشمل النمل، أنه يحرم على المحرم وغير المحرم إيذاء أي شيء في مكة. بالنسبة إذا دخل مكة، دخل حدود الحرم، لا يؤذي، يحاول أنه لا يؤذي. إذا أوذي من هذه الخمسة الفواسق التي مرت، كلب، غراب، الحدى، يجوز له أن يمنع أذاها بضربها، بقتلها، حتى لو قتل. أما غير ذلك لا. الحمام يسرق، الحمام يسرق. أنا وضعت كيس، جربوها، كيس على كرسي، وابتعدت فجاء فتح الكيس، فما استطاع أن يفتحه، كبوا إيه حتى الحدى. يعني الحدى تحب تبني عشها بالأشياء اللي تلمع. طيب إيش كنا نقول؟ أيوة، فالنمل أو الحشرات، حتى الذباب، إلا الذباب المؤذي كما مر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من سقطت ذبابة في إنائه فإنه إيش يغمسها ويشرب، إذا جاء استقذر ما يريد خلاص يتركها، لكن يريد أن يخالف يشيلها ثم يشرب، هنا خالف السنة. السنة تقول بماذا؟ بإغماسها، إما أن تغمسها وتشرب، تبى تتركها كليا يجوز، ما عندك مشكل، مستقذرها أو لا تريدها، لكن ما دام تريد أن تشربها تشرب من هذا الكوب، اغمسها، اغمس الذبابة. طيب ها، وصية النبي صلى الله عليه وسلم بأن الذباب إن سقط في الإناء يغمس. بالنسبة كقاعدة فقهية، احنا نتكلم مع طلبتي وانت إن شاء الله منهم، بعض الأحكام الشرعية وإن لم تعرف تعليلها تقول سمعا وطاعة، هذه قاعدة عامة. طالما عندي النص، حديث عن الرسول عليه السلام صحيح، فهمته، لم أفهمه سمعا وطاعة. ومر معنا في الدورة لما جاء الصحابة في آية الآخر سورة البقرة،
ثلاث الآيات، ما هي الآية التي جاءت قبل إيش بدايتها؟ هي كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. أحسن. طيب، هي جاءت أن الله سبحانه وتعالى كلفهم بكل شيء، حتى بما يحدث به أنفسهم، يعني حتى الذي تضمره في قلبك ستحاسب به. فالصحابة جاءوا وجثوا أمام النبي صلى الله عليه وسلم، أي جلسوا على ركبهم، فقالوا يا رسول الله هلكنا. قال ماذا؟ فقالوا إذا سنحاسب بما في أنفسنا ضعنا، خلاص راح يعني للنار وبئس المصير. فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن قال لهم وصية: قولوا سمعنا وأطعنا. فقالوا امتثالا، يعني هم أتوه يريدوا التخفيف أو شيء، فقالوا امتثالا، يعني درس لهم لكل الصحابة. ما لو تبحث أنت في الكتب لا يوجد صحابي يعارض النبي عليه الصلاة والسلام. فقالوا فورا سمعنا وأطعنا، فأكرمهم الله بماذا؟ بالآية اللي بعدها. ماذا قال؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فجاء السؤال الذي أنتم سألتموه، وإيمانكم بقولكم سمعنا وأطعنا، فالله عفى عنهم بأنه لا يكلفك أصلا، خلاص رفع عنك التكليف فيما لا تطيق. حتى جئت تعبان تعب شديد مريض، ما استطعت أن تصلي وهي ركن من أركان الإسلام، ما استطعت أن تصوم، يرفع عنك الإثم ويلزمك القضاء. بالنسبة لغمس الذبابة، بعض الأطباء وبعض من ذكر من الأسباب قالوا وجدوا أنه في جناحها مثلا داء وفي الثاني دواء، هذا ثابت طبا، سمعته طبا طبا مما علمني الله. وخذها أخواني استفدتها، لا تدخل الأشياء العملية وإن كانت تزيد إيمان ويقين وكذا في الأمور الشرعية. لماذا؟ لأنه قد يأتي بعد فترة من يكذب، والتكذيب هذا يؤدي إلى تكذيب إيش؟ السنة. وهذا ورد، وحتى قالوا فضحوه أنه هذا أصلا من مكر أعدائنا، لما أتوا بمن راقب صراخ من في القبور. القبور يعني يخرج منها صوت لا يسمعه من بالجوار أو من أو البعيد، لأن التردد مختلف الموجات، لكن هذا الجهاز استطاع أن يأتي بها، وكانت صراخ يعني شديد، يعني إذا سمعته شديد. سبحان الله، في من المشايخ أو من فقهه الله من تنبه فقال لا ما نثبت هذا الشيء. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا أن رحمة الله بالمؤمنين أو بالناس أنهم لا يسمعوا الصراخ وعذاب من في القبر. مرت الأيام فإذا بهذا المركز ومن زخم إعلامي يبين أنه هذا كان خطأ، واعترفوا بأنه هذا كان دبلجة أو شيء، وانتهت القصة على كذا. لا، لم تنتهي، هم انتهوا يعني كمركز فعل الاعتذار، لكنهم ماذا فعلوا؟ هم فعلوا خلخلة للعقيدة المسلمين في مسألة هل يوجد حياة في القبر، هل يوجد سؤال، هل أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام أن هناك من يعذب، من يمد له بمد البصر في قبره، من لكل قبر ضمة، ولو نجا منها أحد لنجا منها سعد. المهم في مثل الأمر قد يدس لك أشياء، فخلك في الشريعة على الشريعة. طيب، يحرم على المحرم وغير المحرم قطع شجر الحرم وحشيشه إلا نبات الإذخر. نبات الإذخر نبات موجود في مكة، هو نبات يستخدم للحيوانات، فيه رائحة طيبة. فلا فدية في قطع شجرها، حتى من تعدى على قطع شجر مكة ما في فدية، يعني لو جاء واحد كسر شجرة ما فيها، بس البلدية فيها غرامة. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن خزاعة قتلوا رجلا من بني الليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه، يعني اللي هو من باب الثأر. فأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فراكب راحلته. أظن هذه مرت معنا الحديث. هنا يبين أن النبي عليه الصلاة والسلام هل يترك شيء من الشريعة؟ ما يترك، يقوم قام على طول وركب راحلته. ليه؟ لأنه الموضوع مهم، في مشكلة حتحصل. فقام صلى الله عليه وسلم فخطب كما لما الناس ويخطب بينهم، فقال: إن الله عز وجل حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، رسوله والمؤمنين، واضحة
كأنه يمن أو يبين لك ترى انتبه أنا ما دخلت هذا المكان إلا بأن الله سمح لي. إلا يعرف أنتم مكة إيشية، مكة هذا فيها بيت الله، ما يجوز التعدي. إذا كان الكفار يعلموا مكانة الحرم وعظمته، فلا تظن أنه الأمر خلاص ذهب، لا باقي. ألا وإنا لم تحل لأحد قبلي ولن تحل لأحد بعدي، ألا وإنا أحلت لي ساعة من النهار. ومر معنا يقول أحبا من باب الفائدة أن بعض الصحابة والسلف الصالح لم يسكنوا في مكة، بالذات مكة، ليش؟ خشية أن يقعوا في المعاصي، يعني أنت كحسبك تجارة قد تربح مليون لكن قد تخسر 100 مليون، فما حتدخل في التجارة اللي تضيع لي رأس مالي كله. فما كانوا مستعدين. وبعض العلماء والفقهاء حبوها، ليس أنهم يعني ما عندهم معاصي، ولكن من النظر لجانب رحمة الله وعطفه ومنه وإحسانه. ولا يعضض شوكها، أي لا يكسر شجرها، لا يعضض يعني ما يكسر، سواء الشجرة كاملة أو أغصانها أو أوراقها. ولا يلتقط ساقطتها إلا منشد، يعني من وجد لقطة، أي لا يملك هو وإنما هي لغيره، مثل جوال في وقت الحاضر، محفظة، ما يلتقطها إلا لمنشد، مثل الآن إنسان متخصص شرطة أو شيء، يعني متخصصين في مسألة أنه سيخبر أو هم في حافلة وهو عضو في منظم أو شيء يجوز، أما غيره لا. طيب قد يأتي من الحجاج يقول لك طيب يضيع يا أخي مسكين، هذه بطاقة خلينا نجيبها، خلينا نأخذها ونعطيها أقل شيء لأي شرطي. الأولى أن لا تأخذها، هذا من ما علمني ربي. لماذا؟ إن الله ما كلفك، أنت أصلا ما أنت شرطي أو ما أنت مسؤول على إيصال الأمانات، فالأفضل أن تتركها، تضيع ما تضيع تبع أنت. وإذا أخذتها وما استطعت أن تؤديها، وإذا أخذتها وديتها الشخص ما استطاع أن يؤديها، تأثم أنت السبب. هذه من باب التفقه، تركها ما لي دخل فيها، طالما هي في مكة تركها، تنشال تنسرق خليها، ما لك دخل فيها. فاهمين يا مشاهد؟ ما مثاله؟ مثال الآن لو مريت على محل وجدته يسرق، هل حتتدخل وتدخل تمسك الحرامي؟ ولا أقل شيء بس لو تتصل مثلا، أو حتتدخل، خلونا في هذا المثال، تدخل وتمسك الحرامي جوة المحل ولا قد تورط أنت وتدخل؟ كمان هاي خلاص أنا خلوني على النظر. الله أكبر، سيبه. مش دفاع عن النفس، يعني هو ما تعداش عليك وما تيجي عليه، سيبه وتنسى. أنا بالمحلات ما فيه شو، بقول خليه يقطع إنسان. عجيب. أي ولا أدرى عليه عشان ما يكسره. أنا شفت واحد كان في صيدلية هنا اسمه شوبر، ودخل واحد وأظن شال علبة حليب وخرج، فالعامل ظل يجري وراه، فلما جاءت الشرطة مسكوه وفصيح وقال جيبوا لي الإسعاف، ما أدري شو إيش قال، إنه هذا كمان ضربني، مسكوا العامل وكلبشوه معه. جلست تضحك يقول عشان علبة حليب الحين ورطوا. كيف صدقوه؟ يا الله يهنهم، زمانهم خير. طيب ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما الدية يطلب الدية أو يطلب القصاص، هذا موجود في الشريعة الإسلامية، إما أن يعطى أي يعطى الدية، وإما أن يقاد أي يطلب القصاص. لماذا يقاد؟ لأنه سيقاد إلى ساحة القتل أو ساحة الجلد أو شيء. من الذي سيقوده؟ أهل القتيل. شوف العكس كيف مشاه، من الذي يقوده؟ مو الذي قتل لهم، لا، نفس أهل القتيل. لماذا؟ عشان ما تصير فتنة، والله مسكنا جرينا سحبنا بهذلنا أهلنا، لا، تطبيق الشرع جيبوه أنتم. طبعا اللي يعرفوا الآن الحكومة هي اللي تقوم بكل شيء، ما يدخلوا إيه، بس يكونوا معهم، بس هم ما يتولوا حبسه، ما يتولوا حبسه.
فيما مضى كان من الفقهاء من يقول أن أهل القتيل هم الذين يتولوا إيش القصاص، إما بالجلد أو بالضرب أو بشيء. على العموم في كتاب الحدود تأخذوها. قال: فجاء رجل من أهل اليمن يقال له أبو شات، فقال: أكتب لي يا رسول الله. فقال: اكتبوا لأبي شاه. مرت معنا هذه واخذنا منها فائدة، وهي ما هي؟ أخذناها، التي كتابة العلم. كتابة العلم، أنك تطلب من العالم أن يكتب لك. فقال رجل من قريش: إلا الإذخر فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا. كأنه يستأذن من النبي عليه الصلاة والسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. اتفقنا؟ لو جاء الآن إنسان فقال: طيب لو سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الأشياء الأخرى، ما كان حيوافق؟ احتمال يوافق، الله أعلم، احتمال يوافق. طيب وليش ما الآن نتشدد؟ ليش ما نجعلها الإذخر وغير الإذخر، النخل، الشجر، أين؟ فنقول هذا تقدير، هذا الشرع جاء بكذا. ومثاله مر معنا في الحج، النبي عليه السلام لما جاء قال له أن العمرة تدخل في الحج، فجاء الصحابي قال له: في حجنا هذا أم دائما؟ فالنبي عليه السلام على طول قال يعني يسكت لأبد أبد 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 أن العمرة تدخل في الحج. يعني يجوز لمن جاء إلى مكة وهو معتمر أن يجعلها عمرة وحجة، والعكس من جاء حاجا يجوز له أن يجعلها عمرة وحجة. طيب ننتقل الآن إلى الفدية. اللي ما فهم أشياء كثيرة في المحظورات ما فيها فهم، هي فيها إيش؟ حفظ، حفظ تحفظ. هنا الآن أنت يزيد فهمك، أنك أنت الآن ما الواجب عليك. الفدية لغة أن يجعل شيء مكان شيء آخر ليحميه، ليدافع عنه، كأنه يفاديه. طيب، ومنه فدية الأسير واستنفاذه بالمال. أما الفدية اصطلاحا هي ما يجب لفعل محظور أو ترك واجب، وهي إما على التخير. قال الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى. شوف، أذى اللي هي فدية الأذى، أو به أذى من رأسه اللي هي مرت معنا مثل المشكلة في الرأس استوجبت تغطية الرأس أو استوجبت حلق الرأس، ففدية من صيام اللي هي كم يوم؟ مو ستة، ستة أيام. والصدقة إيش هي؟ اللي هي الإطعام. الإطعام كم؟ ثلاثة. صح يا شيخ هاني؟ عيد انت يا شيخ اطعام ستة، خلونا اطعام ستة، اللي يوافق الشيخ اطعام ستة يرفع يده. اطعام ستة وصيام ثلاثة ايام توافقه؟ طيب والقول الثاني ايش؟ طيب يا شيخ صيام ثلاثة ايام. طيب صح، سحنوها اطعام ستة وصيام ثلاثة، ثلاثة ايام. احسنتم يا شيخ. أنواع الفدية: أولا فدية الأذى، سمعتوها أول، علي فدية أذى، علي فدية. ما هي فدية الأذى؟ تسمى أيضا فدية الترفه، وهي تأتي لحلق الشعر، قص الأظافر، تغطية الرجل رأسه بملاصق، لبس الرجل ما خيط على هيئة بدنه، استعمال الطيب، انتقاب المرأة، لبس القفازين. كثيرة ولا مي كثيرة؟ لذلك تحفظ. قال الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. لهذه فدية الأذى، لي فدية الأذى. فالحاج مخير بين الصيام أي صيام ثلاثة أيام، الصدقة أي إطعام ستة مساكين، ذبح شاة وهي الذكر أو الأنثى وسنها جذع من الضأن اللي هو الكبش، الخروف لجسمين شعره صوف يعني يكون عنده صوف، أو ما بلغ ستة أشهر من الضأن اللي هو إيش؟ الستة أشهر من الضأن اللي هي الخروف والكبش، أو ثني من الماعز أي ما بلغ سنة. الماعز اللي الغنم اللي يكون شعرها شعر ليس صوف شعرها، وغالبا يعني تكون أذكى من الخروف. أين الضابط ذكاؤها؟ لو جئت إلى مزرعة يوجد فيها خرفان وماعز قد يأتي الطعام
أمامهم كلهم جيعانين، فالخروف لن يبحث عن مكان ليدخل فيه، يعني ليخرج من حظيرته إلى الطعام، بينما الماعز يعني يطلع ينزل يروح يمين يروح شمال، لازم يروح للأكل. مثال ثاني تضبطها، الماعز إذا هو ماشي يعرف ما أين يمشي، الخروف إذا مشى وقفز واحد بس كذا يعني قفز، الكل اللي ماشيين حيقفزوا حتى لو ما في شيء. أي فالخروف غالبا ما فيه هذا الذكاء، ويكون مليء بالشحم ومليئ باللحم. طيب اتفقنا في فدية الأذى ضبطوها، إذا كم يوم صيام؟ كم يوم؟ 6 صيام 3 يا شيخ. صيام كم يوم؟ 3 منتج 3 خلاص. طيب وإطعام كم؟ ها طعام يقول 6 شو هو؟ 7 6. طيب إذا إطعام صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين. طيب ذبح الشاة أو سبع بدنة، كيف سبع بدنة؟ يعني يشترك 7 أشخاص في بدنة أو في بقرة، الأيسر والأفضل. النوع الثاني فدية الصيد، ومر معنا من محظورات الإحرام الصيد. الصيد في من الحين الآن حيعطيك قاعدة في الدماء هذه. طيب فدية الصيد، مر معنا أن الصيد من محظورات الإحرام، متى يكون من محظورات الإحرام؟ صيد البر للمأكول المباح، للمأكول. أما إذا صاد إلا إذا أراد بيعه، صح؟ لو صاد أسدا أو ثعلبا ما لا يريد أكله، إنما يريد بيعه أو الاستنفاع منه، أيضا يعني يكون عليه دم. طيب فدية الصيد، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، واضحة؟ ومن قتله منكم، واضحة؟ متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. ما هي النعم؟ الغنم، البقر، الإبل اللي هي البدن. يحكم به ذوى عدل منكم، أي لا يوجد، إنما مشابه. من الذي يحكم؟ ما يكون واحد لعاب، يعني مثلا أنت تروح تصيد زرافة فيكون واجب عليك بما يقارب اللي هو الجمل بدنة، هو عنده غنم فيقول لك يا أخي خلاص خذ غنم ومشي، ما ينفع. ذوى عدل أي صاحب عدالة، صاحب خوف من الله، صاحب تقى، يشهد له بالصلاح. كيف تضبط العدالة؟ أنك لا تخشى من وضع مالك عنده، ولك حط فلوسك عند الشخص هذا، والله نحط فلوسي عنده زي البنك الآن، في حد يخاف يحط فلوسه في البنك؟ إيه اللي فلوسه كثير يخاف. فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة، أي أنه يؤدى في مكة، يعني حتى وإن صاد في الطريق لكن يؤدي الفدية هذه، فدية الصيد فين؟ في مكة، انتبهوا. أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. طيب كيف كفارة طعام مساكين؟ نفس القيمة، نفس القيمة، يعني صاد زرافة أو جبنا عليه إيش؟ بدنة. نشوف البدنة بكم، والله مثلا وصلت 5000، إذا تصدق بالخمسة آلاف هذه بطعام مساكين. قال ما عندي لا 5000 ولا عندي 5000 أشتري بدنة، فننتقل إلى الصيام. طيب كم يكون الصيام؟ فنقول له بكم ستشتري بالخمسة آلاف مد، اللي هو مثلا إطعام شخص، المد بالتقدير النبوي من الكف، وهو موجود محصور، يعني المقياس هذا موجود وثابت، يعني فيه سند إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فسيحسب الخمسة آلاف هذه كم تشتري له مد من الأرز مثلا، والله قال 500، إذن ستوجب عليه 500 يوم صيام، هو مخير. ليش يقتل الزرافة حبيبي؟ سبحان الله، هنا أيضا تتعلم من فقه الحج للغن والغرم، فما بالك الآن أعطيناك المقياس في الدنيا، فما بالك أنت في الآخرة لما تأتي تحاسب حتى على الكلمة،
ففي حساب في الآخرة. إحنا ما نعرف قديش الكلمة، نعرف أنه معصية، أنك إن اغتبت، أنك إن سببت، أنك إذا استهزأت معصية وستسأل عنها. لكن ما يترتب عليها، شوف أنت الآن شفتها كثيرة، طيب يوم القيامة إذا كان المرء يفر من أخيه وأمه وأبيه، إذا كانت الأم تفر من ابني، أقول لك إيش اللي فيك؟ نفسي نفسي. طيب، أو عدل ذلك صياما، لماذا؟ الله أكبر، شوف الآية كيف، ليذوق وبال أمره، عاقبة أمره، فعله هو اللي اختار الشيء، ليذوق وبال أمره، عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. القرآن يبين لنا الأحكام ما فيها العيب، شوفين أحكام شرعية بعد الله يبين لك تقريعا أن الله عزيز ذو انتقام، انتبه. كأن رسالة أنك أنت قد تجد إنسان غني ومرتاح وبصحة وبقوة وعافية ومقبول عند الناس، ولكنه ما يصلي، أو صاحب فسوق، فهذا من إيش؟ من قدرة الله. الله عزيز وقادر على ظلم هذا الذي يقتل والذي يسبي والذي يسرق والذي ينصب والذي يظلم والذي يطغى، الله يمهل ولا يهمل، حتى إن ما أخذها في الدنيا، إذا ما أخذ شيء في الدنيا إيش تبغى بالدنيا؟ تخليها في الآخرة. فمن قتل صيدا بريا أو تسبب في قتله، تبغوا يا مشايخ لو قفل الباص تذكرينا، أو حط الشبك وقال خليني راجع أخذ الحمام، أو تسبب في قتله كمن صاح به ونفره. أنا حاج، الشيخ ما هو حاج، وإحنا ماشيين قلت له يا شيخ أنت من تحاج روح صيد، فقال أنا بحط الشبكة لكن لازم الشبكة واحد يخوف الصيد من الجهة المقابلة عشان الصيد يتحرك فيأتي على الشبكة. طيب خلاص أنا ما حصيد، هو الشبكة لمن؟ له، وهو غير محرم، فلو ذهبت أنا ونفرت الصيد ليصاد يحرم علي، علي فدية. طيب، طيب إن أتيته ضيفا فهو ما عنده، راح صاد أرنب ولا شيء وطبخه لي، إن طبخه لي بدون ما أمره يجوز، إن أمرته قلت له والله يا أخي مشهور أنتم عندكم الأرانب لحمتها لذيذة، الغزلان منطقتكم مليئة بالغزلان، صد لي يا أخي اشتكني من، فقلت أبشر الآن أروح أجيب لكم لا. وراح صاد، هنا لا يجوز، لا يجوز أن أأكل أصلا، لا يجوز أن أأكل. طيب، أو تسبب في قتله كمن صاح به ونفره فتسبب ذلك بموته أو بنصب شبكة، ساعدني يا شيخ ساعدني بس يعني أثبتها أو حطها أو افتح المكان، أو إرسال كلب، الصيد فيه بالكلاب الله يكرمكم. طيب، فلو قلت له بس افتح لي إيش الباب خليه يخرج، لا الحاج المين ما يدخل ولا يساهم في شيء، أو إمساك الصيد ليقتله آخر، يعني يقول لي بس امسك لي هو، امسك لي هو بس أنا أجيك الآن، لا يجوز. كل هذه الأمثلة عشان تتوضح لك ما المقصود بالتدخل في الصيد، أو إمساك الصيد ليقتله آخر وهو حاج، فله الخيار بين الآن اللي تسبب في قتل الصيد هو مخير بين إيش؟ أولا إن كان للحيوان مثل وشبيه من النعم فيذبحها ويطعمها مساكين الحرم، خاصة مساكين الحرم، فالزرافة والنعامة فيها إيش؟ بدنة، ليش؟ تشابهها بالرقبة، رقبتها طويلة، وحمار الوحش وما شابهه من الصيد فيه بقرة، والغزال وما شابهه فيه شاه. ايش رأيكم يا مشايخ؟ تقريب صح؟ طيب لو جاء واحد خالف أو غير فقال مثلا هذا كبير حمار الوحش فاجعل فيه بدنة، وهذاك المسكين البقرة تكلفه 5000 والبدنة 10000، فعلى العموم يرجع لذوى العدل، أهل الثقة، أهل الفقه الذين يعرفون هذه تقابل من. إن بعض العلماء قالوا إن صاد حماما ففيها إيش؟ بدنة، بدنة في الحمام، نعم. لماذا؟ لأن الحمامة تشرب الماء كالجمل، كالبدنة في شربها الماء، إن لما تشرب الماء تنزل رأسها بخلاف الطيور الأخرى الحمام. فكل يحكم بما الله يعينه ويشوف من سيسأل. طيب،
إن كان للحيوان، شوف هنا في إعادة، إن كان للحيوان مثل وشبيه من النعم، واضحة؟ طيب هنا نفس الشيء، وإن كان للحيوان مثل وشبيه من النعم، أو لم يكن للحيوان مثل وشبيه من النعم كالبطة والإيزة والأرنب واليربوع والضب، فيقوم الصيد، يقوم الصيد ويقدر بالمال، ويشترى به طعاما فيطعم به مساكين عن كل مسكين مدا. واضح يا مشايخ ولا مو واضحه؟ طيب ليش هذا ايش اسمه بمقص تعرفه؟ لماذا لم يذكره؟ لماذا لم ياتي بط والوز وبمقص؟ لانه غير منتشر. لا منتشر ابو مقص، هذا يسموه كابوريا ولا يسموه استكول، لانه صيد البحر. شوفوا الفقه ما شاء الله كيف انتم مثلا. طيب القرد صاد قردا لا يؤكل، ليش؟ طيب ليش ما تاكل؟ هو ياكل المخلب، ياكل اللحم. طيب انتبهوا يا مشاهد. طيب الاخطبوط برضو مصممين، او يصوم عن كل مد يوما. الشيخ اللي طلعها 500 ذكرينا هذه، او يصوم عن كل مد يوما. طيب الرفث اللي هو المشكله، الرفث اي المباشره والوطء والجماع، ويحرم الرفث على الحاج او المعتمر. طبعا كل هذه المحظورات للحاج وايش والمعتمر. ويأثم الزوج ان فعله، وتأثم الزوجه ان طاوعته. فان كانت مكرهه، ما تريد، ما هي موافقه، فلا يجب عليها الهدي، لا اثم ولا هدي. الهدي اللي هو ايش؟ الفدية يعني. قال الله تعالى: إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. كلها صفات كاذبون أو الكفرة. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. يعني أكره على قول الكفر، أكره على عبادة غير الله، أكره على سب الله، على سب النبي عليه الصلاة والسلام. بعض الفقهاء يقولون إن ابتليت بأن تجبر على سب الله أو الرسول تسب من؟ قدر الله، الله لا يبتلانا، بس من الفقه تسب الله، لله العزة والكرامة. والسبب أن محمد عليه الصلاة والسلام من سيسامحك منه؟ ما تستطيع، قد لا يعفو عنك. أما الله، أما الله هو الرب، هو الغفور الرحيم، هو يعلم أنك مكروه. ولذلك حتى لو أكرهت على قتل شخص آخر، فما مقدار الكراهة؟ إن قال سأخذ مالك مقابل، وإن لم تعطني مالك سأقتل فلان، فلا يجوز لك أن تضحي بالمال. وبعض الفقهاء قالوا لا، تضحي بالمال. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر من قتل دون ماله ودون عرضه فهو شهيد. طيب إذا قال لك إما أن تقتل فلان أو أقتلك، هنا قالوا ما يجوز لك أن تقتله. لماذا؟ لأنه مساوي، مساوي. يعني هو يقول لك كأنك إن لم تقتله قتل إزهاق روح، سأقتلك أنا، فاقتلني، لا أضحي بنفسي علشان الآخر يعني. طيب هذه في الإكراه على العموم، باب الإكراه كثير. أسأل الله أن لا يكره مؤمنا ولا مؤمنا ولا مسلما ولا مسلما. لا على اي شيء،
حين استطعت أن تؤول، هذا المقصود بالتأويل أو بالتورية، فكما فعل بالمأموم أو لما كان يسأل عن فتنة خلق القرآن، فأحد المشايخ العلماء كانوا قليل اللي قالوا أن القرآن منزل وليس بمخلوق، فغضب. طبعا هم وسوسوا له، قالوا له هذول يخالفوك، يعني أنت طبعا الخلفاء كانوا أصحاب علم حفظ الكتاب الله وكانوا متميزين، فكان دخل المنطق والفلسفة والخرافات العقدية، فكان إلا مصمم أن القرآن مخلوق، كيف تقول كل شيء مخلوق، الله اللي خالق كل، الله خالق كل شيء. فتقدم على العموم هذا الشيخ، ما يريد أن يعذب أو يبتلى، فلما تقدم فقال التوراة مخلوقة والإنجيل مخلوق والزبور مخلوق وصحف إبراهيم مخلوقة وهذه مخلوقة اللي هو القرآن، ولكن يقصد إيش؟ فمشي خلاص، المهم أنه تنازل وتذلل، مش لا تشددوا. طيب الإمام أحمد بن حنبل لماذا لم يقبل؟ ما استطاع، حتى لما أتوه من المقربين له قالوا قد أوذيت، قد تصل إلى موتك، فقال انظروا من في الباب وانظروا من في خارج القاعة، فوجد الطلاب والناس اللي يقول لك الصحافة ولجنة الإعلام تريد أن تسجل هذه الفتوى، فقال الآن ما أستطيع، أنا وصلت إلى مرحلة لا أستطيع، حتى لو عذبت اقتلني اقتلني، أنا أبقى على الكلمة. هذا من الفقه، هذا برضو من الفقه، تفهم، فقهه الله وعلمه الله. طيب، فالكفر إذا كان بالإكراه سقط الإثم، فما دونه من باب أولى. إيش يعني فما دونه من باب أولى؟ اللي هو إيش؟ اللي هو الصيد، عن الجماع. أحسنت، إن المرأة إن أكرهت، ما شاء الله عليك، المرأة إن أكرهت على الجماع فإنه يسقط عليها. طيب، الفدية على التفصيل بالنسبة للحاج عندنا اثنين، وبالنسبة للمعتمر عندنا اثنين، نبدأ بالأول. إذن أربع تفصيلات، أربعة. للحاج إذا كان الجماع قبل الوقوف بعرفة، والحج عرفة، إذا كان قبل الوقوف بعرفة فإنه يشمل أولا فساد الحج، حجه هذا الذي هو فيه فسد. طيب، ويجب الاستمرار في حجه وإن كان فاسدا. طبعا هذه كلها فيه خلافات بين الفقهاء إلى نهايته، لأنه قالوا خلاص الصلاة فسدت، هل تكملها؟ يعني إذا إنسان أحدث وهو في الصلاة أو تذكر أنه لم يكن متوضئ، هل يكمل الصلاة؟ لا، يتركها. قالوا لكن الحج والعمرة خاص، ما الخاص؟ قال الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، هو أفسده ولم يفسده يكمله نكاية به. ونقل الإجماع على ذلك، أول مرة يكتب هكذا، ونقل الإجماع على ذلك، صح؟ لا لا، قد مرت معنا ونقل الإجماع، ما أتذكر أنها مرت معنا، عشان أختصر عليكم. طيب، إيش الإشكالية؟ الإشكالية عشان تكونوا أنتم طلبة علم وتفهموا، لا يوجد نص في كتاب الله أو في سنة النبي عليه السلام يوضح المحظورات بالطريقة هذه. طيب، ماذا فعل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كم حج مرة؟ مرة واحدة. المحظورات هذه ظهرت في بعض الصحابة بعد وفاته، بعد حجه صلى الله عليه وسلم، فكان هناك من الصحابة من يفتي، من يستنبط. الفتوى التي يقولها الصحابي يجتمع عليها الصحابة ولا يعارضوها، تصبح ماذا؟ إجماع. يعني لا تأتي تبحث عن دليل من القرآن أو السنة، نحن متعودين نأتي به كل حكم على دليل. طيب الآن هنا أنه يفسد حجه وأنه يجب أن يمشي في الحج الفاسد، يعني يكمله، إيش دليلك؟ دليل الإجماع، ما في دليل من القرآن، ما في دليل من السنة، حتى هذه وأتموا الحج والعمرة، وأتموا الحج والعمرة لله، هم ردوا العلماء قالوا الحج والعمرة الصحيح مش الفاسد، هذا فسد، فليش أكمله؟ اثنين، يلزمه القضاء للحج الفاسد، للحجة الفاسدة ولو كانت نافلة. شوف الإشكالية، ولو كانت نافلة، يعني سنلزمه بإيش؟ بالقضاء. ما الدليل؟ أنه نقل الإجماع على ذلك،
أين من نقل الإجماع؟ ابن المنذر والنووي والشربيني، هؤلاء علماء تخصصوا بنقل الإجماع، مش هم اللي أجمعوا، يعني فتنبهوا، يعني هم زي الإمام البخاري متخصص مثلا في الحديث، فالإمام ابن المنذر وهؤلاء كانوا ينقلوا إجماع الصحابة وإجماع السلف الصالح من التابعين ومن بعدهم. يعتبر دليل ولا ما يعتبر دليل؟ يعتبر دليل إذا أجمعوا وافقوا. أيضا ويستحب أن يفترق في حجة القضاء، يستحب أن يفترق، طبعا هو الزوجة حياته، فإذا جو نفس المكان الذي واقعها فيه يستحب أن يفترق، يعني ما عاد يكلموا بعض أو يعني ما يتقابلوا، المهم ما يتقابلوا. فيستحب أن يفترق في حجة القضاء، منهم من قال منذ الإحرام، ومنهم من قال في الموضع الذي أتاها فيه. أخيرا يجب عليه بدنه، يجب عليه بدنه. طيب من فين دليل يستحب؟ هي الفتوى هكذا جاءت الآن ستأتيكم، يعني ما فيها دليل من الكتاب والسنة، ما زلت أكرر لكم، وهذا ما ينفع تدرسوه لطلبة عاديين في مساجد. لماذا؟ أنا أشوف في وجوه جديدة، هذه الإشكالية لازم أنا أوضحها لكم. التدريس أو المجالس، متذكرين في بداية اللقاءات قلت لكم المجالس تختلف، قد يكون شخص واحد اسمه علي، علي هذا الصباح عنده يصلي بالناس ويعطيهم موعظة، موعظة كلمة بعد الصلاة، ثم ينتقل الساعة 8 لوظيفته، وين وظيفته؟ قاضي، ثم يأتي الساعة 2 يروح الجامعة يدرس طلابه، ثم يأتي في الليل الساعة 8 أو 9 ما شاء الله على المذياع يفتي. كم مجلس هذه؟ 4 مجالس، مجالس وعظ، مجالس قضاء، مجالس تدريس، مجالس إفتاء. لو جاء واحد يسأله في الصباح ما حكم أني طلقت زوجتي بالثلاث، ماذا سيقول له؟ اتق الله، تطليق زوجتك بالثلاث هذه مخالف للسنة، راجع نفسك واسأل غيري، وقد يعني تجد من الله مخرجا، إن اتقيت الله قد يجعل لك مخرجا. لو جاء لعلي هذا نفسه في القضاء قال له يا شيخ أنا عندي جلسة معك، هذه زوجتي وأنا أوقعت عليها طلاق بالثلاث، ماذا سيكون لسانه؟ حتى لو هو نفس الشخص اللي سأله في الصباح، هو نفس الشخص سيقول له عندما قلت لها ثلاثا أنت طالق بالثلاث ماذا تقصد؟ والله يا شيخ أنا كنت غضبان، ما عندنا مشكلة غضبان، ماذا تقصد؟ هنا مجلس قضاء، ماذا كنت تقصد؟ قال والله أقصد الطلاق، إذن يقع، أصل الآن أفرق بينكم، والنفقة تكون كذا، والسكنة كذا، والحضانة كذا، وانتهى الموضوع. طيب لو جاء في مجلس إيش؟ الدرس الساعة 2-3 في الجامعة مع طلابه، سيفصل لهم أن الطلاق بالثلاث يقع لا يقع، إن كان غاضبا ليس غاضب، إن كان يقصد أو لا يقصد، إن كان متعلم غير متعلم، إن كان في حال سكره في غير سكره، يعني تفصيلات، صح ولا لا؟ هل قالها لفظا طاء لا قاء ثلاث الأحرف أم لم يقلها، تفصيل أكاديمي. إذا جاء في مجلس الفتوى هو نفسه هذا نفس الشخص، فسئل في مجلس الفتوى يا شيخ ما حكم الرجل إن طلق زوجته ثلاثا، سيكون جوابه للعوام أن هذا الشيء لا يجوز وهو يقع وأنه محرم. شفتوا المجالس تختلف ولا ما تختلف؟ فهمتوها ولا ما فهمتوها؟ فمثل التدريس هذا، مثل هذه المسائل ما أقول أنها على مستوى مرتفع، لكن لأنها ليست على مذهب معين لا تستطيع أن تدخل في مسجد أو مع ناس وتحدثهم بها، قد يستنكروا عليك أنه ما قد سمعوا بهذا الحكم، يعني هم متعودين أو دارسين مذهب معين فقد ينكروا عليك ويقول لك إيش الكلام هذا، لا 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 أنت مخالف، هذا غير صحيح، هذا اللي أنت تدرسه باطل غير صحيح. هذه حدثت لي، ما مثاله على الله ما يكون اسمعني، ما مثاله حدث لي في قبل أسبوعين أو ثلاثة، كان من ضمن الدروس في ثقل الحج، متذكرين أنه النسك كم مرة، كم نسك؟ ثلاثة نسك ولا لا؟ طيب اللي هو إفراد أو قران أو تمتع، متذكرين؟ طيب إحنا إيش أخذنا؟ شوفوها هنا،
وأنا لا أقوله تنكيلا لكن من باب التعليم، وإن كانت في مجلس آخر. حلو، مثل هذا المثال حلو تستفيدوا منه. طيب شايفين التمتع؟ وهو أن يهل عند إحرامه بماذا؟ بالعمرة والحج، صح ولا لا؟ هل كلكم من سبق له الدراسة درسها هكذا؟ ولا ما ناسين أنتم داري؟ المهم ليست هكذا، لا تدرسوا هكذا. يقول أن التمتع أن تهل بالعمرة فقط، ثم إذا جاء أيام الحج تحرم بالحج. طيب المهم هذا موجود في الكتب، احنا نعطيكم القصة كيف حدثت عشان تضبطوها. طيب هل الكلام هنا خطأ أم تصويبا أنه التمتع هو أن يهل عند إحرامه بالعمرة فقط، وإذا ما جاء شهر الحج أو أشهر أيام الحج ليوم التروية أو يوم عرفة يهل بالحج، أيهما صح؟ هي فترة، أنت الآن دخلت مكة شوال اللي هي شهر الحج أشهر الحج وتريد تمتع، أنت ما أنت معنا، نريد اللي كانوا معنا إنه هذا أشوفهم تمتع. الآن الحاج المتمتع دخل مكة معتمر، الميم لما يهل، على العموم في الكتب المذاهب لا تجدوها بهذه الطريقة، تجدوها أنه يعتمر فقط، ينوي العمرة فقط، وإذا جاء وقت الحج ينوي الحج. هذا دراسة فقهية خطأ، يوقعه في الدم. لماذا؟ لأنه إحنا ما مر معنا أصلا الرسول صلى الله عليه وسلم كيف جاء حجا، حاجة فقط، ثم بعد ذلك الله علمه أن ينتقل إلى القران لأنه ساق الهدي، ومن لم يسق الهدي ينتقل إلى ماذا؟ إلى التمتع. إذن عمرة وحجة، ليش أنا أقول عمرة واحدة؟ المهم، فإذا أحد طلبة العلم كان من مصر أشكل علي هذه المسألة تعريفا فبينتها له ووضحت له، سكت، انتهى الموضوع. لكن طلع لي واحد ثاني قال لي لا يا شيخ ترى عندنا فتوى، وأرسل لي إياها، أنا أرسلها الآن أوضحها لكم. هي نتعلم، أنا أتقصد بمثل هذا الكلام، على الله ما يجعله ولكم. ليش تعرفوا أنتم؟ طبعا هو الشيخ في مكة وإمام مسجد وواعظ، والدرس كان لمرحلة الماجستير. بسم الله. ليش أقول لكم كذا؟ عشان المجالس تختلف، المجالس تختلف. طيب الآن أشغل لكم، وجدت فاتا أرسل لي هذه الفتوى، شوف نقرأها. الفتوى ماذا عن ماذا تتكلم؟ حكم من اعتمر في أشهر الحج ثم أراد أن يحج من عامه ذلك. شايفين الفتوى؟ طبعا الإمام ابن باز شيخنا، ونرجع له بالفتوى وبالدليل وفقه الدليل، لكن كان المجلس مجلس طلبة علم مثلكم، صح أنتم مو أكاديميين أو مو مجلس أكاديمي، لكن أنا برضو أتعامل معكم كأكاديميين، أنه أصلاً تأخذوا كتاب يعني يعتبر خارج عن الخلاف، يعني تعدى أنك ما تدرس، يعني المفروض تكون درست مذهبك وأتقنته ثم بعد ذلك تدرس مثل هذا الفقه. على العموم، ما السؤال؟ شوفوا الفرق بين المجالس. الآن هنا في مجلس فتوى، ما السؤال؟ السؤال في هذه رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع هشام محمد يوسف المصري من المدينة المنورة، فيقول في رسالته وفي سؤاله: إذا اعتمر الإنسان في أشهر الحج ثم حج من عامه فهل يعتبر متمتعا ويلزمه دم حتى إذا سافر بينهما؟ أفيدونا أفادكم الله. إذن السؤال
مو بس بالنية، لا هو جاء اعتمر في أشهر الحج اللي هي شوال وذو القعدة، وصادف أنه في هذه السنة حج، يعني هما كان نيته لما جاء فعل العمرة أصلا نيته بإيش؟ عمرة، فصادف أنه هذه السنة نوى الحج. طيب على ما أخذنا ما الحكم؟ ماذا يعتبر؟ متمتع ولا يعتبر مفرد؟ هو الآن إيش؟ نعيد الكلام، هو اعتمر في شهر شوال، لما يأتي في شهر ذي الحجة ويريد الحج على ما أخذنا، هل حجه هذا هو الآن دخل في نسك الحج، حجه مفرد أم حجه يعتبر متمتع لأنه يربطه بالعمرة السابقة؟ يعتبر مفرد، وهذا هو الصحيح، ولا نلزمه بالدم. طبعا هو لما قرأت الفتوى كانت الفتوى أنه تلزمه بإيش؟ بأنه متمتع. طيب معليش نتعلم الجواب. نعم، إذا اعتمر المسلم في أشهر الحج وهي شوال أو ذو القعدة أو عشر من ذي الحجة ثم حج من عامه فإنه يسمى متمتع. يعني هذا يخالف ما ندرسه، لا يسمى متمتع لأنه ما نوى. مثال ذلك، لو أنت في وقت صلاة الظهر وصليت 4 ركعات ثم انتهى الوقت، فقلت لك ما صليت أنت الظهر، قلت لي لا هذه كانت 4 ركعات سنة، ألا يلزمك الإعادة أنك تعيد الصلاة ولا ما يلزمك؟ يلزمك لأنك أنت ما صليت أصلا الظهر. أنت معايا يا مشايخ؟ كلام حساس ها؟ واضح معاكم؟ طيب مو واضح؟ الآن كونك في وقت صلاة الظهر وصليت 4 ركعات، هل يلزم أن هذه 4 ركعات هي الظهر؟ لا، ليس شرطا، قد تكون سنة. هذا الذي اعتمر في أشهر الحج قد يكون اعتمر عمرة سنة، إيش اللي يمنع؟ مكي في مكة ويريد من جدة من أهل المدينة ويريد أن يعتمر، إيش المشكلة؟ من أين تأتيني بنص ودليل أنك تمنع المعتمرين أن يعتمروا إن أرادوا الحج حتى لو هو ناوي الحج؟ إيش المشكلة؟ ما في دليل. على العموم نكمل الإجابة، قالوا يعتبر متمتعا وعليه الدم، كمان عليه دم، هذه إشكالية لأنه أصلا في فقه الحج تخفيف وليس تشديد، مو مرة معنا فقه الفتوى أنك ما تتشدد على الناس. بس لو هو كان نيته قبل العمرة عمرة الحج، هل هو ما هو متركش موضوع النية هنا؟ يا شيخ هو يقول لك إن اعتمر في أشهر الحج، اعتمر وصادف أنه في شهر الحج جاي حج، فكونه جاي حج عشان ما نطول، وكونه فقط جاي الحج هو يعتبر متمتع عليه دم، ما يلزمه بعمرة. يعني هذا أنت تشكل علي، يعني فين العمرة الثانية؟ واضح عندكم؟ على العموم يا مشايخ، آخر شيء هنا ذكر الشيخ بن باز رحمه الله، ذكر هذا الخلاف بين الفقهاء، قال وذهب جمع من أهل العلم إلى أنه إذا سافر إلى أهله ثم رجع يكون إيش؟ مفردا. وضحها إن مجلس الفتوى يختلف. فالعموم أنا عاتبت الطالب قلت له لا أنت في مجلس ماجستير المفروض تعرف، أنا عاتبته بإيش؟ شو عشان يتوضح لكم، أولا أنك وصلت إلى مرحلة ماجستير ما ترجع لي لفتوى، إنه هذا لا يعتبر مذهب، هذه فتوى، فتوى هذه يأخذها العوام. إيش السبب الثاني؟ إيش المشكلة عندي؟ أن الفتوى هذه على المذهب إيش؟ الحنفي الشافعي. طيب وليش المستفتي مصري؟ مصر هل هم على المذهب الحنبلي؟ ولذلك الآن قانون نظاما في الحرم أن من يتصدى للفتوى لا يفتي على مذهب إلا مذهب المستفتي الشخص، تعالي علي مذهب أنا أفتيك. حتى في التدريس هذا كان فيما مضى قبل سنوات، كان يأتي مثلاً يشرح صفة حج الرسول صلى الله عليه وسلم أو صفة الحج فيأخذوه على مذهب معين، بعد ذلك لا، أصبح الآن زي فقه مقارن أو لا تتكلم كثيراً. فهو تنبه لهذا الشيء. المقصد ليش ورد لكم هذه القصة؟ هذه شاهد عيان لاختلاف إيش؟ المجالس. في فرق أنك تقولها فتوى، في فرق أنك تدرسها، في فرق أنك يعني تناقشها أو تنصح بها. أو يعني إذا قلت لك يا شيخ عندك خطبة، عندنا إن شاء الله الحج جاي عندك خطبة عن الحج، فستأتي لهم بالمسائل هذه اللي نأخذها الآن؟ لا. طيب نكمل بسرعة يا مشايخ، يلا عوض علي.
طيب ينوي، فين وقفنا؟ طيب عندنا هي فالحال اللي يلزمه 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 هذا الجمع. اي نعم، هذه عجبتك انت. طيب ويجب عليه بدنة في حج القضاء وهو مذهب الجمهور. إذن ما فيها دليل، انتبهوا. طيب من فين دليلنا؟ نبلم الموضوع، يعني مو معقول الإجماع والجمهور ما عندنا دليل. لأثر ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا وامرأته من قريش لقي ابن عباس بطريق المدينة فقال أصبت أهلي، يعني الرجل يسأل ابن عباس أصبت أهلي، فقال ابن عباس أما حجكما هذا فقد بطل، اللي هي القاعدة الأولى أنه فسد حج. شفتوا؟ اثنين، فقد بطل فحج عاما قابلا. شو حتى لغته تختلف لهجته بالكلام. فيجب عليكم هو الحج اللي هو الحج القضاء. ثم أهلا من حيث أهللتما حتى إذا بلغتما حيث وقعت عليها ففارقها فلا تراك ولا تراها حتى ترمي الجمرة، اللي هي حتى تتحللوا يعني تنتهوا من حجكم، واهدي ناقة. ليش؟ البدنة. في روايات عن ابن عباس يعني أنه قال واهدي هديا، فقال يقصد واهدي هديا اللي هو إيش؟ الشاه. فصار أيضا خلاف في ماذا؟ في الفتوى. هذه فتوى، تعتبر فتوى من ابن عباس لم يعارضه الصحابة. لو في معارضة للصحابة هنا إشكال، لكن طالما الصحابة لم يعارضوه وما كان أصلا مثل هذه الجماع والرفث كثير، يعني ممكن واقعة أو واقعتين كما ذكرت، فلم يعارضوه خلاص، يعني استكفوا بفتوى ووجب علينا قبولها، وجب علينا قبولها. طيب واهدي ناقة ولتهدي ناقة، هي أيضا أنت واهدي ناقة ولتهدي ناقة حتى هي. طبعا هنا كونه سألها هل هي كانت مكرهة غير مكرهة، هي هكذا الرواية. اتفقنا؟ أين هذه الرواية في السنن الكبرى للبيهقي؟ النوع الثاني أنه للحاج إذا كان الجماع بعد التحلل الأول، كما مر معنا التحلل الأول اللي هو بعد الرمي أو الطواف والتقصير وإيش الثالثة؟ الذبح. لا تغلطوا في الذبح، الرمي، الحلق والتقصير والطواف والسعي. إذا فعل اثنين منها فهو تحلل التحلل الأول. طيب إذا جامع بعد التحلل الأول، يعني مثلا طاف وسعى وحلق رأسه وجامع، أو رمى وحلق رأسه وجامع، ماذا عليه؟ لا يفسد حجه. كذا هو خرج من الموضوع أنه لا يفسد حجه، ولا نلزمه بإيش؟ بالقضاء. ويكون عليه دم شاه لحصول الجماع في الإحرام، أنه أصلا وقع منه الرفث اللي هو الجماع. طيب نأتي للمعتمر. إذا كان الجماع قبل الطواف والسعي، يعني أحرم من الميقات وقبل أن يدخل في الطواف والسعي، فإن عمرته تفسد. ما الدليل؟ مذهب الجمهور قياسا على الحج. من هم الجمهور؟ فقهاء، سواء كان الفقهاء الأربعة وأكثر، ويلزموا بماذا؟ طبعا وقياسا على الحج. أيضا القياس دليل ولا مو دليل؟ دليل، أن العمرة والحج متشابهان في الوقوف والطواف والسعي وهكذا. وعليه دم لحصول الجماع في الإحرام. أما المعتمر إذا كان الجماع بعد الطواف، بعد الطواف والسعي وقبل الحلق، فلا تفسد عمرته، ويكون عليه دم لحصول الجماع في الإحرام، وهو مذهب الجمهور، وأيضا قياسا على الوطء في الحج بعد التحلل الأول، ولأن الجماع حصل بعد أداء الركن الذي به تتم الحج والعمرة، لأنه أركان العمرة طواف والسعي والإحرام، فما يدخل فيها الحلق، هو باقي ما لم يحلق، فلذلك خفف عنه أن عمرته لم تفسد. اليوم الدرس صعب صح؟ ايوه احفظه. طيب
طيب إذن نتوقف هنا إن شاء الله بإذن الله. أسأل الله سبحانه وتعالى يوفقني وإياكم نأخذ مراجعة معنا السريعة كذا عشان تثبتوها. المحظورات، محظورات الإحرام أولا، من فعل المحظورات ناسيا ماذا عليه؟ إيش من فعل المحظور ناسيا ما عليه شيء إلا في خمسة أو ستة. إيش هي الخمسة اللي هي هنا؟ شوف لذلك تحفظ. ها لي حلق شعر. إيش الثاني؟ تقليم الأظافر. أحسنت. الثالث اللي هو حتى إن فعلها ناسيا تغطية الرأس، الرفث. شوفوا إيش موجودة. لا إذا ما جاوبت نعيد السؤال. إذن السؤال عندك يا شيخ، الحاج هناك محرمات لا يجوز له أن يفعلها، طيب إن فعلها ناسيا هل عليه شيء؟ ما عليه شيء. متى نلزم أن يكون عليه شيء؟ في 1 2 3 4. في الرفث اللي هو الجماع، حتى لو قال فعلته ناسيا، فعلته جاهلا، أنا ما أعرف أن الجماع محرم في الحج، سنلزمه بالكفارة. الرفث 2، لبس المخيط لو جاء الحاج، أنا ما أدري، أنا ما أعرف أنه محرم يدفع الفدية. 3، الصيد، ما أعرف أنه محرم الصيد، أنا أول مرة أعرف أنه محرم، أول مرة ولا آخر مرة يدفع. 4، تطيب، لا حلق الشعر. التطيب إن فعله ناسيا ما فيه شيء. أي ما حكم عقد النكاح؟ محرم ولا جائز للمحرم؟ لا يجوز. ما فديته؟ إيش عليه عقد نكاح؟ أي والبيع صحيح. البيع صحيح. أي البيع صحيح. الصلاة في الأرض المغصوبة صلاة صحيحة، لكن تأثم. لكن إن توضأ بغير يعني طهور ما صح صلاته. طيب عندك يا شيخ ما في أي ما عليه فدية. طيب ما ردك أنت في أن الرسول عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة وهو محرم؟ أحسنت. الرواية التي جاءت عن ميمونة نفسها أنها لم تكن محرمة، أنها لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم محرم. طيب ما حكم الفسوق والجدال في الحج؟ محرم ولا جائز؟ مكروه. محرم. ما فديته؟ ماشي. لا ما فدية الفسوق والجدال في الحج؟ يعني واحد سب، جاء واحد يسألك يقول لك يا شيخ أنا حجيت وسبيت واحد وأنا ماشي سبيته، إيش علي؟ بعد تقول له عليك ما عليك إلا أنك تستغفر الله، إيش يعني وأنت أثمت؟ لكن يترتب عليه فدية اللي هي الإطعام الدم؟ لا. الرفث سيأتينا. طيب حلق الشعر ما فديته؟ ليه فدية الأذى، الميم عليه فدية، عليه فدية. طيب إذا كان شعر وجه أو شعر جسد، يعني نتف شعر صدر، يعني محظور أم ليس محظور؟ من المحظورات. طيب امرأة نتفت شعر رجلها تطيبا أو تزينا لزوجها، يجوز ولا لا يجوز؟ ما يجوز. من المحظورات حيكون عليها فدية. أوف شديد أنت، صح. تقليم الأظافر من المحظورات أم ليس من المحظورات؟ ما عليه أي فدية؟ عليه فدية الأذى. لبس المخيط للمرأة ماذا عليه؟ لبس المخيط للمرأة يقول ما عليه شيء. لبس المخيط للمرأة ما عليه شيء كمان؟ إذن لبس المخيط للرجل محرم، أما للمرأة ليس محرم وعليه فدية الأذى. لبس القفازين يكون للمرأة محرم ولا للرجل؟ للرجل محرم، للمرأة محرم. لبس القفازين وعليها فدية الأذى وهي للنساء دون الرجال،
شفتوا فائدة المراجعة؟ طيب تغطية الرأس ماذا عليه؟ فدية الأذى، وهي للرجال ولا للنساء؟ للرجال دون النساء. طيب وإن كانت في خيمة مع النساء لوحدها أو في سيارة لوحدها تخلعه؟ يعني من باب أنه من المحرمات؟ ليس أصلا، ما هو من المحرمات بالنسبة لها. طيب الطيب للرجال أم للنساء؟ والنساء يجوز تطيب؟ هاي الشيخ أسمع الشيخ الآن إجابته. في مع زوجها في الفندق أحسنت. إذن الطيب للنساء والرجال محرم للنساء والرجال، ما فديته؟ فدية الأذى. فدية الأذى. طيب إذا كان الطيب في الثوب محرم في الإحرام، في البدن، أي ما عليه. أحسنت، هذه معلومة. إذن طيب الطيب المخلوط كالصوابين المعطر هذه أو المناديل المعطرة هذه ما تنفع. طيب من طاف وقبل الحجر الأسود أو الركن اليماني أو الملتزم فوجد فيه طيبا ماذا عليه؟ أو قابلتني هناك وأنا سلمت عليك كلك طيب، إذن ما عليك لأنك لم تتقصد. طيب بقي فيك الريحة أحسن، ما تتقصد، لو وجدت أنه فيه يعني قتل الصيد ما حكمه؟ لا يجوز، لا ما ينفع الإجابة، إجابة فقهية. صيد البحر يجوز وصيد الحيوانات المستأنسة جائزة، ما تسمى صيد، المهم مسكها. أو طيب صيد البر المباح الوحشي المباح كالغزلان طيب لا يجوز، وهي اللي عليها دم. يحرم على المحرم قطع الشجر والحشيش إلا نبات، ما هو؟ الإذخر، لنص النبي عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك الفدية، ما المقصود بالفدية؟ إيش الفدية؟ المحظورات عرفنا، المحرمات محظورات محرمات، طيب الفدية؟ هو ما يجب دفعه لفعل المحظور أو ترك الواجب. أول فدية، فدية ماذا؟ فدية الأذى بالترفه، وهي لماذا؟ حلق الشعر، قص الأظافر، تغطية الرأس، لبس المخيط للرجال، استعمال الطيب، انتقاب المرأة، ولبس القفازين. تغطية الرأس للرجل بغير الملاصق يجوز ولا لا يجوز؟ تغطية الرأس بغير الملاصق للمرأة يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. طيب بغير ملاصق، طيب الصيام، طيب ما فديته؟ أي نعم أحسن أحسن، خليه يتعذبوا. طيب الصيام ما كفارته، ما فديته؟ إما صيام ستة ثلاثة أيام، صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة. ما فدية الصيد؟ عاشق الله أكبر، فإن كان له مثيل تتصدق بمثله. ما مثاله؟ الزرافة. ما كفارة ما فديتها؟ الزرافة، البدنة، الغزال، الشاة. طيب إن لم يكن للحيوان بديل مثل اليربوع، الضب، على حسب سعر إيش؟ سعر الصيد أم سعر النعم؟ سعر الصيد الغزال أم سعر الشاة؟ سعر الغزال، سعر الكالة في السوق. الغزال أم الشاة؟ هذه لفة. سعر الشاة، سعر الشاة. طيب طيب
كيف نحسب؟ أنت ماشي في الحسابات، كيف هنا يصوم؟ أنه الآية، خلونا في الآية، قال الله تعالى: أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. كيف جاء عدل ذلك صياما؟ الشاة بكم حسبناها؟ بألف مثلا، 30 وجبة، 30 مد. الله أكبر. فهمتوا يا مشايخ؟ الرفث إن كان بإكراه المرأة، ماذا على الرجل وماذا على المرأة؟ يأثم الرجل، ما عليها إثم ولا هدي، ما عليها يعني دم. طيب، للحاج إذا كان الجماع قبل الوقوف بعرفة، ماذا عليه؟ ادت شغلات، فسد الحج، فسد حجه، يلزمه القضاء للحج الفاسد، يتم طبعا هنا، فسد حجه ويجب الاستمرار فيه ويلزمه القضاء، يستحب أن يفترق في حجة القضاء، يجب عليه بدنه في حجة القضاء. شوف في حجة القضاء، انتبهوا يا مشايخ، مو يدفعها فورا، لما يأتي في حجة القضاء يدفعها. طيب، هو دلوقتي لو عليه قضاء، هل يجوز ان هو يطلع ويعتمد ويبيح تاني للقضاء تبقى في نفس العام؟ كيف حيستطيع؟ قبل عرفة، قبل عرفة ممكن يطلع ويفر من المنبر. ما انت موجب عليه انه يكمل هذا الحج، وهو هيكمل، يعني هيكمل القضاء، هو كده كده هيعمل المناسك. اي كيف يدخل نسكين في وقت واحد؟ زي انت ينفع تعتمر مرتين في وقت واحد؟ طبعا من ممكن في الصلاه كذا ديه. مو هنا انت عندك ايه: واتم الحج والعمره لله. واتم الحج والعمره. على العموم، من قال من الفقهاء ان حجه لا يفسد، يعني من حجه فسد لكن ما دام فسد لا يكمل، فقال إذن يعني كأنه قضاء من الآن، ما دام قبل يوم عرفة، قبل الوقوف بعرفة، فإنه إيش؟ يحج من نفس هذا السنة. لا، أحسنت، هنا سؤال: من أين سيحرم؟ الله أكبر. لماذا؟ لأنه أصبح مكي من نفس المكان، فإن كان فعل هذا الشيء لسعه في المدينة، إذن سيحرم من ذي الحليفة، نعم، ميقات أهل المدينة، وهكذا. طيب، من يجوز عرفة وبعد الغروب يخرج ويرجع، اتركها يا شيخ، اتركها لله. طيب، للحاج إذا كان الجماع بعد التحلل الأول فلا يفسد حجه وعليه دم لحصول الجماع في الإحرام. طيب، المعتمر إذا جامع بعد الطواف والسعي والحلق، فماذا عليه؟ يقول ما عليه شيء. من المعتمر إذا جامع بعد الطواف والسعي والحلق، خليه هو يفكر. في تؤيدهم يا شيخ؟ معتمر انتهى من الطواف والسعي والحلق، للسعي بإحرامه، لابس الإحرام، ما اغتسل حتى وين كان. طيب، هي ما قصت شعرها، كانت معه لكن ما قصت شعرها، هي ما يجوز لها يعني. احسنتم يا مشايخ. طيب، اسال الله ان يوفقنا واياكم. طبعا معليش، هنا ما ادري موجود اي، اللي هو احكام الدماء، بس لسه ما انتهيت منها عشان توضح لكم نفس اللي اخذناه اليوم، دماء وفديه وكذا. اول دم اللي هو دم ايش؟ التمتع والقران. التمتع والقران عارفينه، اللي قول الله تعالى: فمن تمتع بالعمره الى الحج فما استيسر من الهدي. النوع الثاني دم ايش؟ سياتينا بس عشان تتذكروها، دم الفديه، وهو دم جبران، اللي هو انك تجبر شيء فعلته. طيب، الاول يسمى دم ايش؟ شكران، انك تشكر الله فتهدي. النوع الثالث دم الاحصار، عشان ما تتفاجئوا في المعلومه. ما هو دم الاحصار؟ اللي هو إن منعت من الوصول إلى الكعبة أو إلى مشاعر الحج، فإنك إيش؟ يلزمك دم،
يلزمك دم إلا إن اشترطت، إلا إن اشترطت. طيب الرابع دم الفدية أو دم الجزاء، وهو الذي إيش قتل الصيد اللي مر معنا، اللي مر معنا هكذا. أنتم الآن أخذتوا الدماء كلها وأحطتم بها. في حد عنده سؤال يا مشاهد؟ اللي في الزوم عندكم سؤال؟ طيب نلتقي على خير الأحد القادم وفي أمان الله. آمين. جزاكم